خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحان الله ما تعاقبت الليالي والأيام، والحمد لله عدد الشهور والأعوام، ولا إله إلا الله الذي لا تتصور عظمته الأوهام. الله أكبر ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. إلهي، لك النجوى إذا اتقد الهيام وهز القلب بالبشرى السلام. سلام ربنا في كل شيء، عظيم أمره أبدا تمام، كمال في الصفات وفي الفعال، تعالى خالقا وهو السلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتحط الذنوب، وبه يرضى علام الغيوب. تذكر أن ربك سبحانه وتعالى واسع المغفرة، يقبل التوبة ويعفو عن عباده ويبدل السيئات حسنات. أراك عفوا يا إلهي عن الذي يتوب وتمحو ما جناه من الذنب، يكاد من الإحساس بالذنب خائفا، تقلبه الآثام جنبا إلى جنب، وتسمعه في الليل يدعو باكيا، فتدنيه من عفو وترضيه من قرب، وتجمع أفواج الملائك حوله لكي يشهدوا عبدا قريبا من الرب. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.